ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو حماسي موت 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 موت. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك لو مش مشتركين، وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لنا كومنتات كتيره حلوه جدا جماعه. فكره الفيديو النهارده حلوه قوي، زي ما شفتوا في العنوان، صنعنا 100 وجبه برجر للاطفال. لسه احنا ما صنعناهمش، انتوا شفتوا في العنوان كده، عشان احنا كنا صنعناهم خلاص وكده. لا ما شفتوا، كانت صنعوا ان شاء الله يعني. ان شاء الله مقاطعه. بصوا يا جماعه، دلوقتي وصلنا هايبر، جايين نجيب البرجر، وهنجيب كل حاجه محتاجينها لصناعه البرجر. اصبروا بس كده، نزبط كده نجيب لولو شويه. بصوا يا جماعه، احنا قررنا ان احنا نفرح الاطفال، وقلنا هنجيب 100 وجبه برجر، وجبنا علب هتشوفوها بقى بكره يعني. احنا النهارده احنا مصور لكم ان احنا هنجيب الحاجه وهنحطها في الفريزر لحد بكره، عشان احنا عايزين نصحى الصبح بدري نعمل الحاجات دي ونوزعها بدري، فاهمين؟ يعني يبقى مثلا على الظهر، بعد الظهر، بحيث ان الاطفال بقى يفرحوا بيها. مقررين ان احنا ان شاء الله مثلا نجيب مع البرجر حاجه حلوه، عصير. هندخل بقى جوه ونشوف ان يعني ايه الدنيا. احنا كنا كمان عايزين نجيب لعبه، بس مشوار اللعبه ده بصراحه هيبقى بعيد قوي. فلو عجبتكم الفكره ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنجيب لهم العاب، هنجيب لعبه مع الساندوتش باذن الله. جماعه الدايت في حرمان فظيعه قوي 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 قوي، وبيخليكي بجد والله العظيم اتكلم بجد زي الصيام. يعني احنا دلوقتي لما بنبقى صايمين بنبقى بنعرف قيمه كل حاجه، بنبقى بنشربها طبعًا. بناكلها قيمه النعم اللي حوالينا، قيمه النعم اللي حوالينا. فالدايت دلوقتي مخليني حاسه برده بقيمه النعم اللي حواليا اللي انا كنا فيها، وفاهمين. فعشان كده قلنا برده نفرح الاطفال ونفرحهم بحاجات جديده يجربوها، حاجات حلوه. ان شاء الله باذن الله ناويين بكره باذن الله الصبح بدري نقوم نجهز الوجبات اللي احنا هنجيبها، وننزل الصبح نوزعهم على الاطفال في الشارع. طبعا احنا مش هناكل منهم عشان احنا عاملين دايت، ولا قطعتين برجر كل واحد قطعه، ولا اي حاجه. نحط البرجر جوه الخصايه؟ لا معلش مش هينفع. طب يا جماعه يلا بينا نروح نشتري الحاجات. ادهم وجوري اطفال. ادهم وجوري اطفال، هندي ادهم وجوري كل واحد واحد. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا بينا، يلا بينا ندخل نجيب الحاجه. بصوا يا جماعه، كل الكاتشب اللي موجود هنا هاينز، مش عارفه ايه ده، معقول ما فيش شركات ثانيه عامله كاتشب ومايونيز غير هاينز؟ اكياس يعني صغننه، لان احنا مش هينفع ناخد مثلا جيركن كبير ونحط احنا، فاحنا محتاجين يبقى معانا اكياس. مش عارف هنعمل احنا ايه؟ انا اضطرينا هنعمل احنا الصوص. هنحطه ازاي يعني؟ هنحطه في قلب الساندوتش نفسه. ماشي، ممكن نعمل كده بقى. كان نفسنا نحط كيس كاتشب وكيس مايونيز مع الساندوتش، او كيس كاتشب حتى على الاقل. بصوا يا جماعه، قلنا ايه بقى؟ احنا قلنا هنحط كاتشب ومايونيز، طبعا اكيد لازم نخلطهم. بصوا ده بقى، ده مايوتشب وطعمه تحفه، بيبقى كاتشب على مايونيز. ايوه يا بنتي، ومفيش اي حاجه ان هو بيدل ان هو كان صنع في حته وجيب حته. لا لا لا، هو مصري انا عارفه. بصوا يا جماعه، غالبا هنجيب منها ايه، 3 ازايز؟ لا، 3 4 قليلين كمان. طيب نجيب 4 لو احتاجنا، هو كده كده متوفر حوالينا يعني، نبقى نبعت نجيب. بس الساندوتش كده كده بياخد يعني ايه، 5. ماشي يا بنتي، كتير والله كتير. خلاص احلام قالت ان هم مش كتير. بصوا يا جماعه، حاجه كبيره ونشره عشان تبقى الساندوتش. بصوا يا جماعه، جينا نجيب طماطم، احنا هنحط جوه الساندوتش خاص كابوتشا وطماطم والصوص وقطعه البرجر جوه الساندوتش ب 9 جنيه 10 جنيه يعني. طماطم ب 10 جنيه يا جماعه زي عندنا. يا حاج، بصوا بقى، هو بصراحه الطماطم هنا نظيفه يعني، كبيره كده وحلوه. بس هنقي الطماطم وبعد كده نروح نشوف لو لقينا خس. بصوا يا جماعه، احنا زي ما قلت لكم هنحط جوه الساندوتش طماطم، شريحه طماطم وقطعه خس، عشان مش هنحط بصل بقى، عشان البصل ريحته ما تتغيرش يعني. بصوا، ماشي، كفايه صح؟ يلا بينا. بصوا يا جماعه، احنا جينا نجيب برجر، احنا بنجيب لينا في البيت يا بقى يا اطياب، يا النوع التاني اسمه ايه؟ اللحيمي اسمه ايه؟ متكو. فاحنا ما لقيناش متكو، جبنا اطياب. لقينا متكو كبيره قوي، اللي هي الجامبو دي، اللي هي مثلا كيس فيه 5 قطع. فجبنا ده اللي هو اطياب، ده احنا بنجيبه لنا في البيت وطعمه بيبقى تحفه. انا بحب كوكي بصراحه. كوكي الجامبو ده كده، متكو زي كوكي الجامبو كده، القطعه كبيره قوي. فجبنا ده. هنجيب تقريبا ايه؟ هو الكيس فيه، الكيس فيه كام؟ فيه 25 قطع. لا فين؟ فين اطياب؟ اهو. لا مش هو. استنى يا جماعه نشوف هو فين ونقول لكم. يا جماعه لقينا متكو الحجم العادي اهو، جبناه. بصراحه هو احلى برجر يعني، احنا حتى بنجيبه لينا في البيت. ايه اللي هو جامبو بس؟
فهنجيب بقى ايه 5 اكياس صح؟ هنجيب 5 اكياس ب 25% ماشي يلا بينا. كده جبنا البرجر صراحه متكو احلى من اطيب متكو احلى بس اطيب برضو جميل اطيب حلو بس كده. يا جماعه جبنا البرجر الطماطم الصوص اللي هنحطه جوه السندوتشات كده. الكايزر هنجيبه بقى من عندنا والكابوتشا ما لقيناش كابوتشا يلا بينا بقى خلصنا خلاص. بصوا يا جماعه كمان قررنا نحط علبه عصير مع الوجبه. بصوا طبعا لسه ما شفتوش الباكيتات اللي هنحط فيها اللي هو فرجله. جبنا 4 باكيتات الباكيته فيها 27 قطعه بس كده. يلا جماعه احنا تاني يوم بصوا احنا عملنا الكايزر تمام وجبنا اهو ده البرجر اللي احنا جبناه اهو. طبعا انتوا شفتوا كل الحاجات دي. بصوا دي الكرتونه اللي احنا المفروض ان احنا الكراسين دي كنا جايبينها من وسط البلد اللي المفروض ان احنا نحط فيها الورقه هي بتبقى كده بس بتاعها عندنا بقى ايه ان احنا واحنا هناك نجيب ايه نجيب الورق اللي هو بتلف فيه البرجر فاحنا هنا في حوالينا مش هنلاقيه فاقترحنا ان احنا هنجيب كيس ونحط جواه البرجرايه ووحده العصير هتبقى جنب يعني هنحط البرجرايه والعصير في قلب العلبه بس البرجر يبقى جوه كيس عشان الاطفال يفرحوا بيها بقى ويصفوها كده تبقى جميله. ودلوقتي بنجهز الحله اللي هي اللي انتوا عارفين احنا كنا جايبينها للتجارب قبل كده دي الصوصات اهي تمام ومعانا الخس والطماطم اهو غسلناهم وهنقطع. عارفين يا جماعه حصل ايه اول ما طلعنا الكهرباء فاصله. تاني حاجه بعتنا نشحن الكارت النور المطره مطرت فهم لما المطره بتمطر هنا بيفصلوا الاسانسير عشان بيخافوا احسن حد يبقى جوه الاسانسير الكهرباء ولا حاجه لا قدر الله. فالبنت طبعا تحت مش عارفه تطلع احنا فوق في الدور ال 13 ففضلنا قاعدين لحد ساعه مستنيين. المهم دلوقتي الحمد لله اهي الكهرباء اشتغلت فبشغل الطاسه دي بس حبه ميه. انا اقسم بالله كنت خايفه اعملها اقول لها شكلها مش هتشتغل ولا ايه. حطيت لها حبه ميه بس تاخد غلوه كده عشان تتنضف برده اكتر احنا نضفناها حلو قوي وهي كانت نظيفه فحطينا لها ميه تغلي تاخد غلوه وبعد كده احط لها الزيت بقى ونبتدي نقلي. اعرفكم بقى واوريكم كل الخطوات اللي هنعملها مع بعض الخطوات اللي جايه. يلا بينا جماعه عايزه اقول لكم الطاسه بهدلتني حطيت يا دوبك حبه زيت بس. بصوا البرجر بتاع ميتكو بيجي كده كل واحده لوحدها في كيس. يا ريتني جبت الغطا. هو البرجر ساعة فهيهدي الزيت دلوقتي. انا مخليها على 3 والله. ان التجارب مش نافعة معانا. هات احنا عايزين الحتة اللي هناك دي تسقع. ما احنا هنحط فيها اهو. بس خلاص ما تبقاش تاني. ماشي. انا كنت هفتحهم لك كلهم لا هو حلو قوي كده. يلا اهو هناخد بقى شنطه من دول هناخد شنطه من دول نحط فيها ايه نحط فيها كل مخلفاتنا هنقعد تاني اهو بس الدنيا هديت الحمد لله الحمد لله الدنيا هديت تاني. لا شغال والله شغال بس انا خليتها على 3 معليها بقى معليتها تاني على 5. ماشي طب انا هفتح بقى البرجر ما تفتحيش يا بنتي هاتي انت هتقطعي لنا الطماطم. ماشي طب اقفل يا جماعه شويه اكياس لحد ما نكمل معداتنا شويه علب لبنا تقفل علب العلبه دي على فكره مش سهله فاكره ان هي سهله يا جوه لازم تساوي الجزء اللي تحت ده تفرده واللي تحت ده تفنوه وكده تعملها كده والله حماس قسما بالله حماس رغم اللي حصل معانا هو برده حماس. انا متحمسه جدا لما نخلص بقى وناخد العلب على تحت. انتوا كمان يا جماعه لو عملتوا حاجه زي كده هتبقوا فرحانين بيها. ورمضان جاي يا جماعه طبعا وكلنا عارفين لو عملنا في رمضان كل يوم وجبه حتى واحده نزلناها وانت مش مقتدره ماديا ومش قادره انت تعملي وجبات لو طلعتي وجبه واحده من اكلك او وجبتين والله العظيم هتاخدي عليها ثواب كبير قوي. باقي اكلكم حتى يعني لو متبقي يعني لو عملتوا مثلا تسلم ايدك يا نور وفي اكل لسه مش فاكره جبنا يا جماعه بلانشات عشان خاطر ايه عايزين نقطع الطماطم وجبت شوكة عشان اقلب بيها. انا يا جماعه بقى هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب البلانشه اللي عليها خضار احطها فوق. ريحه البرجر جميله. هنعمل زي ما قلنا ايه؟
كيس مخلفات انا هشيل دي عشان احلام ما بتحبهاش. بس زور عليكم شكل البرجر من فوق عامل ازاي. زور بصوا يا جماعه على ما الطاسه يستوي بنفتح الكايزر اهو. دول الميت كايزرات واحنا انا مش عامل طماطم اكتر من كده الصراحه، كده كفايه قوي طماطم بس كده. طلعت مره من الطاسه المشكله بقى ان البرجر كشه قوي، مش عارفه كشه قوي كده ليه. دي بقى مشكله ليه؟ لان احنا جايبين البرجر على اساس ان برجر الكايزر كبيرة. ده الكايزر ده احنا عاملينه مخصوص مش جايبينه كده، يعني مخلينا راجل عامله لنا مخصوص. يا جماعه سامعين المطره؟ سامعين الصوت؟ بجد سامعين؟ جاي عليا قوي يا نجمه. ها جاي ناحيتي قوي شايفه؟ ما عشان تجيبي لي الطاسه وحط انا ما عنديش حاجه فيها. عايزه اجيب ايه؟ ماشي يا جماعه السطح هيقع علينا. انا حاسه ان احنا اخترنا يوم غلط. لا اله الا الله. سامعين سامعين بجد المطر والصوت والرعد طب نعمل ايه؟ اللهم صيبا نفعنا ان شاء الله خير يا رب يا رب يا رب. هل بقى نلاقي اطفال في الشارع؟ بصوا يا جماعه البرجرات بقت قد ايه؟ ايه ده؟ بس هي ما بتبقاش كده في الطبيعه على فكره. ايه اللي حصل؟ هي البرجرات ميت بتبقى كده في الطبيعه؟ لا ما بتكشش قوي كده. احنا اصلا بنجيب برجر ميت يا جدعان عشان ما بتكشش اصلا. بس هو بصراحه انضف برجر. هو احلى برجر. هي دي مطرة؟ اه انت مش سامعة الصوت؟ ان شاء الله يا جماعة. اتضايقت قوي من المطرة، أول مرة أزعل إن الدنيا مطرت. المشكلة بس إن احنا خايفين إن احنا ما نلاقيش أطفال في الشارع دلوقتي والدنيا بتمطر. هنوديهم فين يا ولاد؟ نلاقي هنلاقي إن شاء الله في طريقنا، احنا كده كده نازلين، هنفضل نوزع فيهم طول طريقنا واحنا ماشيين. هو في يلا هو ما حدش بيقعد في وسط في المحطة. المشكلة إن إحنا ممكن نتكهرب. نتكهرب منين؟ السطح هيكهربنا. الحديد ده الحديد ده ماله بالكهرباء ده بعيد خالص. هينزل عليه موجة رعد. حرام عليكي بقى، أنت عايزة تموتينا. بصوا يا جماعة أنا قربت أخلص إن شاء الله يعني. فاضل شنطة. وأنا خلصت أول كيس وداخلة على التاني. يا جماعة المطرة بتمطر غباوة. انتوا سامعين الصوت؟ سامعين؟ زوروا بقى نقفل بقى ونشوف احنا حالنا هيوصل لايه. يلا بينا. يا جماعة مش عارفة نعمل ايه في المطرة دي الصراحة. أول مرة بجد أتضايق إن المطرة بتمطر. اه مع إن المطرة يعني المطرة خير وبركة طبعا، بس المشكلة إن احنا مش هنلاقي العيال. مستهدفين الاطفال، يعني احنا عايزين ندي الاطفال الصغيرين. الاطفال الاطفال لو في حد يعني غلبان في الشارع برضو كده. بس بقى الاطفال زمانها نايمه دلوقتي. بس بقول لكم على حاجه، ده احسن وقت يتوزع فيه حاجه بجد. يعني ان شاء الله يجعلنا اكيد اكيد. بس احنا الخوف ان احنا ما نلاقيش، بس ما نلاقيش حد نديله. ولو قلنا هنخلي الحاجه دي لبكره طبعا هتبوظ، مش هتبقى زي ما هي تكون صبحه. بس هما نسيبهم يتوزعوا النهارده يا جماعه، عشان المفروض ان احنا كنا هنعملهم امبارح على طول نوزع. اه بس احنا ما عملناهمش سبحان الله امبارح، يعني سبحان الله العطله جت كده وما تعملوش، قلنا خلاص نعملهم النهارده. يلا خير خير باذن الله. خير خير. انا قربت اخلص الكيس الثاني. يا جماعه هنبتدي تعبئه تمام. لبنى تفرشينا مفرش تاني على المفرش ده زياده تاكيد للنظافه، عشان احنا هنرص البرجر عليه لحد ما لبنى تاخده وتحطه في العلبه. ايوه انا هجيب بقى كراتين العصير والاكياس واحط الكيس جوه البرجر جوه العلبه ووحده عصير، وقت ما تعبي وتحط الصوص والطماطم والخس. هعبي واحط لها وهي ايه؟ تمام؟ يلا بصي هاتي لنا الاكياس اللي احنا جبناها. حاضر. اهو دي الاكياس. هعمل كده انا في نفس الوقت يا جماعه برضو بحمر. ليه؟ عشان نستغل الوقت. ما شاء الله الشمس طلعت تاني اهي، قلنا نستغل الوقت قبل ما الدنيا لو هتمطر تاني ولا حاجه. فانا كده كده حاطه حاجات في الطاسه. البرجر اهو لبنى فتحته لنا، الكايزر اهو لبنى فتحته لنا كده ماشي. احط الصوص كده والعصير اهو، وانا اهو احط الصوص كده هو كده. انت الاطفال كلها بتحب الصوص يا جماعه، فعادي يعني اي حد بيحب البرجر يبقى فيه صوص كتير. واحط الخس كده كده، واحط البرجر كده
بحط قطعة طماطم كده. حلو قوي اهو. انا بقى هاخد دي كده اهو شايفينه. بصوا يا جماعه وهحط اللبنه هنا كده كده احنا لسه فرشين مفرشنا دي. هحط انا بقى ده كده واروح قافله الكيس على اللبنه كده. لكم خطوتها بس اكون ايه اهو. وهروح الكرتونه اللي انا عملتها قفلتها حاطه كده واحده الكايزر وواحده عصير. عايزين بقى العلبه خالص كده. بصوا يا جماعه عارف كده. اي رمضان ان شاء الله يا جماعه نبقى نجيب نعمل وجبه باذن الله والعصير باذن الله. المشكله ان كل مكان في الكرتونه لازم تتنوه وتحددوه. صدق حوار العلبه ده حوار حوار والله. بس يلا سهله 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 سهله. هنحط الخس كده والكايزر وقصدي البرجر والطماطم بالشكل كده. ما شاء الله والله شكله حلو جدا. بصوا واو ايوه التفلس. انا عايزه واحده. انت عامله دايت. ادهم وجولي اللي هيجوا دلوقتي ياخدوا واحده. انتوا عارفين في المطره دي ادهم وجولي في الحضانه. بصوا احنا ممكن نعمل ايه. انا ممكن بس ماشي انت قلنا عبي البرجر كله ونكيسه ورق حلو وبعد كده احطه في العلب مجه واحده. لا ما عشان احنا نستغل الوقت. نستغل الوقت. عايزين نستغل الوقت ان احنا ايه نخلص بسرعه فاهمين. يعني دلوقتي انا بعمل البرجر لسه في النار. في برجر ولسه في كيسين برجر كمان. ولسه في كيسين برجر ما اتعملوش فانا قلت نستغل الوقت. بصوا يا جماعه شكل الساندوتش والله شكله حلو. شكله ما شاء الله جميل. والاطفال هيفرحوا قوي بيه او اي حد هياخده عموما. عشان لو ما لقيناش اطفال كتير خلصنا عليهم هندي برده ناس ثانيه ان شاء الله تكون محتاجه. اصبروا بس ايه نعمل على قدم وساق. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتنا. اه يا رب يا رب. اهو حط البرجرايه حط واحده العصير اهو. الفكره دي احلى ما نجيب كاتشب وكده. انا كان نفسي والله نجيب كاتشب اصل الولاد بيفرحوا يا ربنا هم بياكلوا ان هم بيحطوا على الاكل فهم. مش انت اللي حاطه لهم. احنا بقى يا جماعه عشان يعني انا عشان ادهم وجولي فانا عارفه ان هم حتى لو محطوط جوه الساندوتش هم عايزين يمسكوا بايديهم هم يحطوا. هم بيفرحوا بالنقطه دي. بس انا مكتره يعني ما شاء الله حتى والله صوص كتير. ونحط كده من العمايل حوالين متوقع من المطر اهو. نحط الطماطم يلا. هما الناس في المطعم بيبقوا ايه مجهزين الكراتين جاهزه؟ لا بس فريق كبير يا لبنى بيشتغل يعني ممكن حد بيفتح حد بيعمل حد نسيت هنا احط الخس الاول تعالي تاني. احنا بقى ما عندنا برضو ان احنا دلوقتي محتاجين كرتونه كبيره او شنط نحط فيها العلب دي. احنا هنحطهم في العربيه يعني هننزل بيهم ازاي من هنا؟ مش عارف برضو دي قصه كبيره تصدقوا. هنخلي ممكن نعمل ايه؟ هنخلي العيال تطلع تساعدنا. اه تعالوا كده نخلي حد يطلع يساعدنا. بس ماشي. بس يا جماعه هنعبيهم ونجد. السلام عليكم. نمشي اديني واحد. هتبوظ الدايت عليا خدي. لا هعمل دايت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كميه ما شاء الله طلعت كبيره وجميله ما شاء الله. بصوا احنا هنا حاطين كده بالرستين وعايزه اقول لكم السطح اتبهدل اتبهدل بهدله. بصوا دول كمان اهم. بس الدنيا اتبهدلت بهدله مش عايزه اقول لكم عامله ازاي لان كل شويه الهواء يجي يطير الورق اللي احنا الورق اللي احنا معبينه في الشنط يطير مش عارفه ايه. نستعد بقى يا جماعه عشان ايه. بصوا العلب كلها زي ما اتفقنا فيها. واحده اصبروا افتح لكم دي. طب اصبروا اجيب لكم واحده ايه. بص اهي. بصوا فيها 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 كايزر وفيها واحده عصير. عايزه يا جوجو؟ طب يلا يلا يا لبنى تعالي ادي جوري وادهم. ما شاء الله العلب كلها احنا دلوقتي بنحملها في الاسانسير وهناخدها ننزلها في الاسانسير وننزلها على العربيه ونبتدي بقى نوزع معاكم. انا المفروض ان انا انزل تحت بقى عشان ارصهم تحت. ارص كل حاجه لوحدها. يلا يا جوري تعالي. المطره والميه يا لهوي. بصوا 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 شايفينه؟ شايفينه ظهر ازاي؟ اسمه ريمبو؟ مش عارف. بس يا جماعه شايفين؟ جماعه هو الجو مش يعني الساعه 4 يعني الدنيا نور. الدنيا مليله. احنا خلاص خدنا الحاجه وشغل لكم الكشاف. سبحان الله خدنا الحاجه وخلاص يعني ماشيين. خدي يا ندى خدنا حاجه وماشيين. بس ايه قلنا قبل ما نتحرك برده ندي لحرسه العماره
عشان هي عندها اطفال يعني. خدي كده كلكم خدتوا؟ كده كلكم خدتوا صح؟ ومحمد انت وربيع ومحمد وندى وحنان. يلا 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 بينا يا جماعه نبدا انطلاقتنا ورحلتنا ان شاء الله نقابل اطفال كتيره باذن الله. خدي يا قمر انت بتهزري؟ بسرعه بسرعه. طب يا مربان العافيه يا حبيبي فرحت بيها والله. يعني يا ليلي يا ليلى والدنيا عاملاها معانا يا جماعه بجد النهارده اليوم لا نحسد عليه لا نحسد عليه. في طفلين صغننين اهو ماشي واحده تاني اصبر يا اختي كميله يا اختي يا اختي سمالة يا بقول لك ايه خد ليه خد ياخد صغير اهو والولد ده احلى اتفضل يا حبيبي الف هنا شكرا فرحنا والله حاجه جميله بصراحه. على قد ما الموضوع في الشارع كلها عادي على قد ما الموضوع بيبقى متعب وانتوا بتحضروا على قد ما يعني فرحه فاهمين فرحه والله العظيم لما بتيجوا بقى توزعوا الحاجات دي بتبقى فرحه والله العظيم وانك انت بتروحي لحد البني ادم لحد مكانه تديله يعني احنا عمالين نلف فاهمين. وانا هنزل بقى يا جماعه يلا يا لبنى لبنى تنزل بس ايه تدي للاولاد حارسه العماره عندها ولاد حارس العماره انا مش بعرف اركبها ايه بقول لهم لبنى تدي ولاد حارس العماره هتيجي بقى تقعدي ورا ماشي ما تجيش جنب تاني ليه عشان انت اللي هتجيبي من الشنطه ماشي لبنى تقعد ورا بقى يا جماعه عشان ايه بقول لك ايه اتفضلي يلا اطلعي على البيت اطلع على البيت السواقه بتاعتك انا صح ماشي كان لازم اعرف احمدي ربنا ان الكاميرا شغاله بصوا يا جماعه احنا دلوقتي لبنى قعدت ورا بجد بقى بعيدا عن النظام عشان هي تقدر تجيب الحاجه هي من الشنطه لان احنا لسنا في الشنطه ما شاء الله الشنطه بصوا مليانه لحد فوق اهي ما شاء الله فمش هينفع نجيب كل شويه على الكرسي هي احسن قعدتها ورا دي احسن بس ما نخلص بقى ابقى انزل بشوفك يا طيب اتفضل يا حبيبي كنت بفكر برجر وعصير برجر وعصير ماشي اتفضل هات واحده كمان هما ثلاثه لبنى فوقي لبنى قعدت ورا نامت لبنى قعدت ورا نامت يا جماعه والله العظيم نامت العفو يا حبيبي العفو فرح والله انت انا اصلا ما شفتهمش انا مش عارف لبنى بتقول لي ايه انا بقول لها لبنى هاتي يا لبنى ايه اجيب ايه اللي هو احنا فين هو ده بقول لك ايه بقول لك ايه خد ثواني هديك حاجه بس اتفضل برجر وعصير برجر وعصير مش عايز ليه كده والله يا حلو قال لي مش عايز يا واد خد يا ولا قال لي مش عايز خلاص مش عايز الواد فكرني اخطفه قسما بالله ده الواد بيبص لي كاني شريره اي حاجه من ايد حد الواد بيبص لي كده اللي هو ايه ودخل المحل بقى اللي هو اصلا ما كانش داخل فيها ايه العلبه دي فيها ايه هو فعلا دخل المحل ما كانش داخل فكرني ان انا اخطفه والله والله العظيم الولد فكرني ان انا اخطفه بجد دول يا جماعه ايه دول بقى شويه اطفال مع بعض شكلهم كانوا جايين من الدرس يلا برجر وعصير يلا وعصير تاني هات يا بنت مين فيكم ما خدش تعالى انت مش عايز ليه تعالى ليه ده برجر وعصير والله حلو طب شوفوا كده شوف مش عارفه العيال خايفه من ايه هات مورد اطفال خد هات فيكم ما خدش برجر وعصير برجر وعصير غير خايفه يا جماعه والله العظيم والله في حاجه غلط وده بقول لك ايه بس ادي لصاحبك اللي واقف هناك ده ماشي بص في اطفال عايزه بس مكسوفه تيجي تاخد وفي اطفال خايفين اصلا ياخدوا زورا شوف هاي الدار قدها يا ابني في اطفال خايفه توصل لحد العربيه وفي اطفال لان احنا ماشيين احنا شايفين اطفال لوحدهم
يعني الاطفال اللي مع امهاتهم عادي جم خدوا عادي. الطفل المصري ثقافته غاليه. الطفل اللي لوحده الطفل اللي لوحده خايف يقرب من العربيه. يعني على فكره دي حاجه حلوه مش وحشه. يعني دي بجد حاجه حلوه مش وحشه. ان طبعا بيحصل حيوانات خطف كتير وبيحصل حاجات كتير طبعاً. وفي نفس الوقت انا عايزاهم ياخدوا ويفرحوا فاهمين. بس يعني ما شاء الله لا بجد ان هم مش راضين يجوا لحد العربيه. أيوة دي برده حاجه كويسه الصراحه. انا يعني برده طبعا فرحين ان الفتره دي منتشر كتير حوادث الخطف طبعا الحاجات دي فشاطرين يعني. بصوا يا جماعه اليوم شكله لسه هيبقى طويل. ماشي تعالى ندي عمو اللي واقف ده يا رب. ناتي واحده ناتي واحده ناتي واحده. بصوا يا جماعه السلام عليكم. حاجه بسيطه احنا بنديها لطول بس حاجه بسيطه. الله يخليك الله يخليك. معلش احنا اسفين بقى صراحة يعني. انا عشان هي طفل هي طفل. ايوه يعني هي وجبه طفل فانا يعني اتحرج قوي ان انا يعني حاجه بسيطه قليله عليه بصراحه. لكن هي دوب على قد سندوتش شبع طفل والعصير بتاعه. هابي ميل. اكبر من هابي ميل شويه. بس يا جماعه كده وصلنا على جمعه وحياه ابوك. بص يا جماعه كنا واقفين بندي طفل صغير ومعاه بنت ثانيه ومعاه راجل كبير في السن وواحد ثاني. فاحنا قلنا خلاص يعني نديهم كلهم الاربعه بما انهم واقفين وهم يعني غلابه كلنا غلابه الحمد لله. فهو بياخد اخر حاجه فبيقول وجامعه جامعه ما خدتش. فلما بتبص مش لاقي حد بقول لها هو اكيد ما لحقش يالف الاسم. ايوه هو كده عايز جامعه فعلا. هو كده عايز في فعلا شخص ما في فعلا شخص اسمه جمعه عشان كده هو عايز ياخد له لان هو ما لحقش يالف في الثانيه دي. لا هو شاور على اسم هو بعيد يعني اللي هو راح مشوار. طب جامعه ما خدتش. يعني بس يا جماعه المهم ان احنا هنكمل بقى التوزيع بقى عشان الموضوع هيطول قوي والفيديو هيبقى طويل قوي. فهنكمل بقى توزيعهم في دول ولسه في الشنطره لبنى عجبت لنا شويه وسابت قالت لي لما نخلص دول هجيب تاني من ورا. فان شاء الله اللي ليه نصيب في حاجه هياخدها باذن الله. وان شاء الله باذن الله نقابل اطفال كتير دلوقتي باذن الله. بس طلعنا على الدنيا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويقدرنا ونقدر نعمل برده وجبات للناس بقى يا رب يا رب. في رمضان انا عارفين انا نفسي رمضان يجي بسرعه عشان موضوع الوجبات ده والله الواحد نفسه يعمل كل يوم اطعام في رمضان. بس يا رب يا رب يا رب الله كريم ان شاء الله باذن الله نعمل اطعام في رمضان. حتى لو يعني هنزود اكل البيت ونعمل حتى 10 وجبات كل يوم يعني والله العظيم هتبقى حاجه حلوه قوي 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 فعلا. ربنا يقدرنا ويقدركم على فعل الخير. واحنا كده كده يا جماعه في رمضان يعني الاكل اللي بيبقى مش متبقي مش فايض مننا لا يعني بزياده انت بتعملي بزياده. يعني ورك قطعه اللحمه مش عارف تزودي طبق يعني للشخص الثاني. يعني مثلا انتوا لو اربع افراد مثلا في البيت جيبي بدل ما تجيبي فرخه جيبي فرخه ونص جيبي فرخه وورك زياده لو قدرتك يعني كده طبعا. الحاجه غاليه واحنا عارفين. ربنا ييسر للناس كلها. ربنا ييسر للناس كلها يا رب يا رب يا رب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه واكتبوا لنا افكار فيديوهات كتيره حلوه تحت. باي باي.